تقع محافظة اللاذقية على الساحل الشمالي الغربي لسوريا وعدد سكانها كبير نسبيا وقد تسبب الزلزال القوي في مقتل أكثر من 800 شخص في المحافظة وأثر على أكثر من 142 ألفا من السكان كما انهارت مئات الأبنية أو تضررت وكان نزوح الضحايا شديدا وفي الأونة الأخيرة أثناء زيارته لإحدى ضواحي المحافظة التقى مراسلنا بعائلة أيمن ميهوب التي تعيش في خيمة مؤقتة كنا نايمين بست شباط الساعة أربعة وثلاثة صار هزة قوية بيتي أنا من حجر تخلخل البيت كله الأولاد ارتعبوا نحن كلنا ارتعبنا طلعنا كان مطر ورعد وبرد طلعنا تحت المطر مشان ما ينزل علينا البيت من يوم من يوم الزلزال لهلا قاعد بالبيت بالخيمة عملنا خيمة ولمينا من هون شاضر من هون شاضر لحتى سوينا الخيمة منذ تعرض منزله لاضرار بالغه جراء الزلزال اضطرت عائله ميهوب للعيش في هذه الخيمه المؤقته المصنوعه من مواد مختلفه حيث لا يمكن لمثل هذه الظروف المعيشيه أن تمكنهم من التكيف مع سوء الأحوال الجوية مثل الرياح والأمطار، وفي بعض الأحيان يضطرون إلى تحمل خطر الثعابين والحشرات، وفي الوقت الحالي لا تستطيع عائلة ميهوب من تلبية احتياجاتها المعيشية، وقالت شقيقة أيمن الصغرى أحلام إن العقوبات الاقتصادية طويلة الأمد التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا أصابت الوضع الاقتصادي للبلاد بالشلل تقريبا، ومن الصعب عليهم العثور على عمل وهم قد فقدوا جميع مصادر الدخل. بعد الزلزال العقوبات اللي صايره على البلد، العقوبات الامريكية، الحصار اللي صار، الازمه اللي صارت علينا عمل شلل لحركه البلد، شلل للعمل، شلل لكل شيء لاي فرصه الواحد ممكن انه يعني يخطي فيها اي خطوه فلذلك كمان شح المحروقات، تاخرت الايرادات الواصله ممكن المساعدات بسبب كل هذا الشيء وبسبب النقص الحاد في الطاقة لم يكن لدى المركبات التي نقلت الإمدادات ما يكفي من البنزين مما جعل من الصعب إيصال الإمدادات إلى الضحايا ولم تتلقى عائلة ميهوب أي مساعدة حتى الآن وأن أيمن غاضب من ذلك وضع المساعدات تأخر كثير توصلت لعنا بسبب عدم توفر المحروقات محروقات ما في بالبلد وسير ما في تأخروا كثير لا يعني لو ما في حصار على البلد ولو في متوفر الوقود متوفر مصلحتي مشيت وماشي انا بشتغل وكنت برمم بيتي لحالي وما في داعي و... بس شو بدنا نسوي؟ في حصار كتير امريكا السبب الرئيسي بوضعنا هيك الحكومه الامريكيه طبعا بالجزيره مسيطرة وب... ب... على ابار النفط كلها عم تسرقها وتنهبها وما عم يصير لنا شيء نحن منه خالص، ولولا لولا الحكومة الامريكية وكان الابار لنا يعني كنا عايشين باحسن عيشي ولا بحاجة حدا يعني. تركت سنوات من الحرب والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة 90 في من سكان سوريا في حالة فقر والأزمة الإنسانية في سوريا أكثر خطورة. لقد مر شهران منذ وقوع الزلزال القوي وعملية إعادة الإعمار بعد الكارثة في سوريا تتقدم ببطء ومعظم الضحايا مثل عائله ميهوب ما زالوا ينتظرون المساعده وبالنسبه للمواطنين السوريين العاديين فانهم ياملون فقط الا تتعرض بلادهم للنهب من قبل الولايات المتحده والدول الغربيه وان ترفع العقوبات غير القانونيه عن سوريا وان يعيش الناس في سوريا حياه كريمه